الفرقة 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 فرقة في الدرب الفرقة في الحومة الدم كيسري روحنا مسمومة بلاد عربية كنا كاينين ما يهمش شكون ما يهمش منين باصي لابال هاك ارات ماركة البيت سيفلات سفارة خوات ربح وبكى الخسارة صحاب في التيران وحتى بارة yeah. شادين فاليز قاصدين المطار فيما مشينا مخلي الاثار فرقة انتوني الو قطار غنديك تعيش معنا الشهر شعل تيفي تسمع الاخبار الفرقة معاك كل النار هزين درابو في كل دار روحنا القيد من صافي امرك تشوف لونا طافي نجري معاك برجلي حافي ما تطيحش الراية من كتافي الفرقة 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 ونلعبوا عليها ونجيبوها والله ما تروحي غادي للسطاد ديال التمامة وهذا الماتش هذا بالنسبه لينا حاسم بزاف ما نكذبش عليكم ستريسي بزاف غنبقاو نغوتوا وغادي ندعموا المنتخب ديالنا لاخر نفس ان شاء الله كندا كيفاش كندا كندا من الركوب فوالا فوالا سبورتيف على الدراري تجيبوها ان شاء الله بإذن الله اليوم إن شاء الله فوز المغرب إن شاء الله وتأهل أول منتخب عربي شرفونا إن شاء الله أنا من السعودية أتمنى اليوم فوز المغرب على كندا Oui on est là pour encourager notre équipe nationale مرحبا الرأي المغربية إن شاء الله ومرحبا بالفرقة وما ننساوش طبيعة الحال الدور ديال الجمهور رائع جدا للعب كما كنقولوا دور لاعب رقم 12 وما سكتش وخير ودي نسمعوا صوتي احنا غاديين الطريق للملعب صراحه كنشوفوا جميع الدول العربيه كتساند المنتخب المغربي اخيرا كره قدرات تجمعوا تمارك البيت الثاني وارتاحينا مشات الموجة المرة الأولى ما صدقاتش الثانية ما صدقاتش ولكن ملي صدقات عطيت التيران كله نايض كل شيء تيدور والمغرب رابح 2-0 في قمة الشجيع والروينة حتى كنطرشوا بداك البيت على القفلة ما كنتش متوقع Charlie, ando
الو الو والوليدة صيفطي العاقة والمغرب باقة. احساس ما يمكنش يتوصف، تكون هنايا باش تشوف هذا الشيء هذا. والله شغل جبار، مبروك لاهل المغرب، مبروك. ممتاز 100%، مبروكين مبروكين. نمشيو الربوع ان شاء الله غنديروا المفاجاه هذا العام، عقل فيها في قلت لك. دابا تهنينا، تاهلنا اللي بغى يوقع يوقع، صافي. سبعه النقاط الساط، راه ماشي شي حاجه اللي هي سهله. يعني وي ار سو براود اوف ذيم. ما شاء الله. اصغر مشجعه كاينه في التيران هنايا عاد شوف. مازال حنا لاعبين مازال مكملين كنجمعوا هنايا. انسان طبيعي، انسان عادي، هي نقيو بلاصتنا. تبارك الله حتى الدراري الصغار اللي حاضرين هنايا حتى هما تيجمعوا معنا الزبال. وبيان سور كيجي ماتش ثالث دي حمله النظافه، ولكن هذه المره كنت وصل للجمهور فهمتي داك الشيء ديال الكابو، قلت يمكن مع الفرحه يبغيو ينتعشوا ويمشيو بحالاتهم ويحتفلوا. ولكن الحمد لله لقيت بان كل شيء جالس تيجمع في التيران، وهذا الشيء تيوري بان هذه الحمله غاديه وانت تنتعشر. درنا الحملة الأخرى، قسما بالله تشوفوا من هنا كل شيء نقي، الناس كلهم شاركوا وضاحكين. علاش؟ حيت فرحنا الفوز تاريخي اللي غنمشيو للويتيام دو فينال، وإن شاء الله هذا الشيء غنقدروا نعاودوه لأولادنا ولأولاد أولادنا، يمكن كاع في المدرسة يبداو يدرسوا هذا الشيء اللي وقع اليوم في قطر 22. العز العز صافي بليزير، وأنا شامبيون دي موند هنايا، وعقبال إن شاء الله المغرب يكونوا علاش لا لي شامبيون دي موند إن شاء الله يا ربي. It was a good game. Morocco has very strong fans. First of all, mabrouk to your team. Inshallah, you guys will do well. Congratulations to you guys. نتوما عارفين بين سويكاس سي تاناختي ديال السيرك، تيبقى عليا داكشي ديال التزحلقات وتبدا الدوبات بقا يضرب نفس السما. تفرج واحد الرولاده درتيه في الطريق، ريدي قسما بالله العلي العظيم ما بان معايا بالله فيها. تفرج انا كنسلم على الوالد والوالده من هذا المنبر هذا، وحنا فرحانين بهذا الفوز اخويا. فرض خليكم سوين غير طيحوا برا، انا مش نبغيوش صاحبي قنبين لكم شي. الوغ اللي طرا لي انا شخصيا سكو خرجت شي شويه على السيطره ديالي. كما كتشوفوا دابا يا المغاربه هنا تلاقيناهم نشطنا معاهم فريمون امبيونس واعره، فرحانين شكون غادي نلقاو ديالنا كامله بحال هكايا منوضينها. هذا ميساج للشعب المغربي والمنتخب الوطني المغربي، هذا الحدث اللي عشنا اليوم غادي يبقى متورخ في الراس ديالنا، العقل ديالنا، القلب ديالنا، في الشعور ديالنا. عاود تحيتوا فينا التمغربيات، عاود تحيتوا فينا الثقه، وعطيتونا الرغبه اننا كل واحد فينا يدير اكثر داكشي اللي كيعرف يدير. شكرا لكم، تهلاو في راسكم، والفرقه كتبغيكم. الفرقه